فكرة الأغنية كيفاش جاتني؟ مو جو مسيو انسبيري دو مون اكسبيريونس بيرسونيل مع الزوج ديالي. Vu que n'importe quel couple qui passe par des périodes, qu'il y a beaucoup des fois l'entourage qui essaie de rentrer, etc. منها في لو ريفرين كنقول علاش حسدونا وبغاو يفارقونا. اوتوماتيكمون الصراحه جاتني الفكره اللي غادي يمثل معايا راجلي حيت الاغنيه اصلا على ودو. دونك ما كنتش كنتخيل مثلا مع شي واحد اخر من غيره. انا كنتمنى ان شاء الله هذا لو بروجي يعجبهم حيت سان بروجي تري ديفيرون دو كاع داكشي اللي درت اوبارافون. حيت كنتو كتشوفوني قبيحه شويه كنهضر على دي سوجي ان بو بلو زاغريسيف. هذا سي ان اسبي ديفيرون دو لا بيرسوناليتي ديالي ان بو بلو انتيم ان بو بلو سنسيبل. دونك كنتمنى ان شاء الله يعجبهم. انا دوبي توجور وانا كنشارك حياتي الشخصيه مع لي فان ديالي من نهار تزوجنا من نهار العرس ديالنا من نهار ضريب الصداق ديالنا. جيتي لا بروميير ا بارطاجي مي فوتو معاه ولا فاش كندير دي ستوري. دونك سي ا مو دو شوازير وقتاش جو بوبلي وقتاش جو نو بوبلي با. باغ كونطخ شنو اللي ايل مو ديرانج سي كو الناس يتدخلوا في ليستوار وراك عارفه انا راه جو بوبلي سكو جي انفي دو بوبلي وشي حوايج راه بيان سور غادي نخليهم بوغ ريسبكتي لانتيميتي. انا جو ني با في سا بور لو بوز باسكو جو ني جامي في لو بوز جو ني جامي شيرشي افير لو بوز اي جون ني با بيزوان الحمد لله. جو بريفير ليسي الاغاني ديالي هما اللي يهضروا في بلاصتي.